فيما يتعلق بموضوع المدينة السليبة المحتلة من ليبيا، بالنسبة إلينا إذا عدتم البرنامج الحكومي، إذا عدتم إلى مواقف السياسة الخارجية لبلدنا، نحن لم نعترف بالواقع ديال الاحتلال ديال مدينة مليليا أو مدينة سبتة أو الجزر الجعفرية. هذا واحد التابيت عندنا وفي كل اتفاقيات المملكة المغربية مع التي يمكن التي نوقعها والتي يمكن أن يكون هنالك أثر على بلدنا في هذا الإطار، كيكون دائما عندنا هذا الموقف كيكون حاسم. ولهذا احنا بالنسبة إلينا المغرب ثابت في موقفه في هذا المجال.